في ليلة استثنائية مع مطربة الأجيال مليئة بالأغاني والحكايات الشيقة، أطلت الفنانة السورية ميادة الحناوي للظهور من جديد في البرامج التلفزيونية لتكشف عن أسرار وأهم محطات حياتها الفنية في برنامج أحلام ألف ليلة وليلة مع الفنانة أحلام الشامسي. أكدت ميادة أن موهبة المطرب القدير صباح فخري في تقديم القدود الحلبية لا يمكن تعويضها، وذلك ردا على سؤال حول من يخلف الفنان صباح فخري في موهبة غناء القدود الحلبية قائلة: صباح فخري ملك القدود الحلبية، ما في مثله. وأشادت بالأصوات الشبابية ومنها محمد خيري أحد أفضل الأصوات الشابة التي تقدم القدود الحلبية، وكذلك صفوان العابد، مؤكدة أنهما الأقرب لقلبها. وأضافت: كتير بغنوا القدود الحلبية ولكن صباح فخري لا يعوض. كما وتحدثت ميادة خلال الحلقة قصة تعرفها بالموسيقار العظيم بليغ حمدي وأثر عدد من الأغنيات التي لحنها لها وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا مثل الحب اللي كان ونبع شأك، قائلة إنه حمدي غير مجرى حياتي كله، وشافني الأستاذ بليغ ولكن ما كان بيعرف إني مطربة، ولما سمع صوتي بشريط كاسات ساهم بقوة بصناعة اسمي، وأن مجرى التطور في مسيرتها كان بسببه بعدما استمع لأدائها لأغنية في يوم وليلة ليذهب لسوريا من أجل لقاء ميادة الحناوي في عام 1979 ليستمر هناك 6 سنوات ويتشارك معها في مجموعة من الأغاني الناجحة منها حبينا وتحبينا وفاتت سنة. كشفت الحناوي عن كنز تمتلكه من إرث بليغ حمدي، حيث أشارت أن الموسيقار المصري الراحل كان من الملحنين الذين يمتلكون القدرة على التأليف الموسيقي وكتابة النوتة، وكان دائما يغير ويعدل بها، وأن تلك النسخ من النوت الموسيقية التي كتبها بليغ حمدي قبل عقود بخط يده لا تزال تحتفظ بها حتى الآن في منزلها. واختتمت قائلة إنه كان يدلعني ويقول لي يميدو. وتابعت بلقائها أن الموسيقار محمد الموجي أضاف لمسيرتها وقالت: أعطاني أصعب الأغاني وكنا بنعمل بروفات مكثفة وعملنا الحب اللي كان وفاتت سنة. كما عبرت عن أمنيتها بغناء ديو مشترك مع المطربة فايزة أحمد التي كانت تستمتع بسماع صوتها وأدائها. كما روت الحناوي قصة أغنية في يوم وليلة التي كتبت لها ولكن لم تغنيها لظروف معينة. بدورها أحلام الشامسي حرصت أن توجه رسالة لميادة الحناوي عبر حسابها على منصة إكس عقب انتهاء عرض الحلقة، وقدمت الشكر لميادة الحناوي على قبولها الظهور في الحلقة التي وصفتها بأنها تشبه ألف ليلة وليلة بالفعل، وكتبت: شاهدت الحلقة قبل البث 10 مرات يمكن وأكثر، فيها سحر الفن وقصص تدرس، شكرا لقبولك الدعوة سيدتي الكريمة الفاضلة العظيمة ميادة الحناوي في ليلة هي فعلا من ألف ليلة وليلة، وشكرا لأنك بيننا.